بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الميدان. في البداية عاوز اهني حضراتكم واهني الامتين العربية والاسلامية بليلة الاسراء والمعراج. اعدها الله على المصريين جميعا يا رب بالخير والامن والطمأنينة والسلام ان شاء الله. النهاردة عندنا في الميدان وليمة ساخنة من الاخبار والاحداث، اهمها عاصفة الجدل وردود الفعل بعد حوارنا في الحلقة اللي فاتت مع رجل الأعمال رامي لكح وهجومه العنيف على الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد. وعملا بحق الرد، حزب الوفد هيرد النهاردة. وعندنا كمان أخبار تانية كتير إن شاء الله. أما الجزء الثاني في الميدان النهاردة فهو عبارة عن حوارين مهمين جدا ضيوفنا فيهم، هنحاول نعرف منهم إجابة على السؤال اللي بيسأله النهاردة كل المصريين: مصر رايحة على فين؟ وبالمصادفة واحد فيهم مع الانتخابات أولا والتاني مع الدستور أولا. هنلتقي أولا بالمفكر الكبير أستاذ فهمي هويدي، وفي الفقرة التالية الاستشاري العالمي وأحد رموز الثورة الدكتور ممدوح حمزة. قبل ما أبدأ في أحداثنا النهاردة عايز أحكي لكم حاجة لطيفة أو مش لطيفة حصلت امبارح. امبارح سافرت اسكندرية ومعايا فريق من برنامج في الميدان بنصور هناك حوارات ولقاءات. وكان بقالي فترة ما رحت اسكندرية من أيام الثورة. الحقيقة أنا زعلت جدا لما رحت. الاسكندرانية قابلوني وحكولي اللي بيحصل في بلدهم، والحقيقة زعلي زاد لما عرفت إيه اللي بيحصل. أولا الأمن مش موجود على الإطلاق في اسكندرية. مفيش أمن هناك، الداخلية مش موجودة في اسكندرية. الأهالي بيحكولي عن عمليات سرقة واختطاف بنات في عز النهار. الأهالي حكولي على أطفال صغيرين ماشيين في الشوارع ماسكين سيوف في إيديهم كما لو إنها لعبة. الأهالي بيحكولي إن البلد بقت بايظة، المجاري طافحة في كل مكان، والكورنيش الجميل اللي كنا بنمشي عليه أصبح كله النهاردة عبارة عن محلات ولا أكشاك بيع خردوات وقهوة وشاي وترمس وحمص، وحاجة مؤسفة لدرجة إن في ناس راحوا حاطين سلك على البحر ومعلقين عليه هدومهم وبيصيفوا دلوقتي قاعدين على الكورنيش. اسكندرية اتغيرت تماما للأسف للأسوأ، وأنا مندهش. فين محافظ اسكندرية؟ فين المحافظ الجديد اللي عينوه اللي المفروض يصلح اسكندرية؟ اسكندرية بترجع لورا. فين الامن والداخلية في اسكندرية؟ مفيش امن ولا داخلية في اسكندرية. وانا بقول هذا الكلام وبقول السيد وزير الداخلية، اسكندرية تفتقد تماما الامن. بعدين قابلني هناك مدير احد الفنادق المعروفة وبيحكي لي على الاوضاع. بيقول لي السياحة الإيطالية والألمانية والفرنسية شالوا اسكندرية من الأجندة بتاعتهم في عام 2012، يعني مفيش سياح هيروحوا اسكندرية في 2012، بل بالعكس الأسوأ كمان. الإشغال النهاردة في اسكندرية 10%، تخيلوا اسكندرية في شهر 6 في آخر 6 10%. شيء مؤسف وشيء مؤلم. لازم نرجع للمدينة السياحية الجميلة دي رونقها، لازم ترجع تاني جاذبة للسياحة العربية والسياحة الدولية. ده مش هيحصل إلا برجوع الأمن ثم رجوع الأمن ثم رجوع الأمن ثم تعيين محافظ جديد لإسكندرية. إذا المحافظ اللي موجود مش عارف يشتغل، مش عارف يحل المشاكل، البلد بايظة، يمشي ويجي واحد تاني يحل مشاكل الناس. ونرجع لأخبارنا في الميدان. النهاردة مصر بتودع شهيد جديد للثورة. فاكرين العربية الدبلوماسية البيضة اللي داست الشباب يوم 28 يناير الماضي في رابع أيام الثورة؟ كان في شارع القصر العيني وكانت معلقة نمر دبلوماسية خضراء، وقالوا أن العربية ديت تابعة للسفارة الأمريكية. العربية دي لو تفتكروا المشهد ده موجود، هنعرضه دلوقتي أو قدامكم دلوقتي على الهواء. عربية شفتوا ازاي كانت بتجري واطاحت بكل شباب الثورة اللي كانوا واقفين في الشارع، دستهم كلهم وجريت. حتى هذه اللحظة احنا مش عارفين العربية دي مين اللي كان سايقها
ومين اللي كان جواها حتى هذه اللحظة. يعني النهاردة 5 شهور مرت على هذه الثورة العظيمة، مش عارفين، مش قادرين نوصل لمين، مش عارفين مين المجرم الحقير اللي كان سايق هذه السيارة اللي قتلت ولادنا. أنا مندهش الحقيقة من يعني التعثر والتأخر الشديد في الإجراءات القانونية، وأنا منتظر أشوف أو أسمع خبر يقول لي مين هو المجرم اللي كان سايق هذه العربية. الكلام كتير ومش عايزين نعيد كلام أو نقول أو نروج عشان ما نقولش بيروجوا شائعات، لكن المطلوب النهاردة الحزم في هذا الموضوع. المطلوب فورا معرفة من كان يقود هذه السيارة التي قتلت شهداء الثورة. النهاردة مات الشاب محمود خالد قطب اللي أصيب في الحادث ده، لتودع مصر شهيد جديد الثورة. وفي مشهد مهيب شارك آلاف الشباب في تشييع جثمان الشاب محمود خالد اللي لسه ما كملش 24 سنة بعد عناء إصابة جعله ملازم للفراش في المستشفى وحتى وفاته المنية فجر اليوم. محمود كان مصاب بإصابات خطيرة في راسه وفي جسمه، وبعد كده هجم عليه جنود الأمن المركزي وضربوه برجليهم في رأسه، مما أدى إلى فصل جذع المخ وتوفى إلى رحمة الله. طبعا ائتلاف شباب الثورة والهيئة العليا لشباب الثورة وكل الحركات خرجت من ميدان التحرير النهاردة وشاركت النهاردة في جنازة محمود، ربنا يرحمه. لكن طبعا الناس كلها وقفت قدام مستشفى القصر العيني، وكانوا كلهم في انتظار خروج جثمان محمود زي ما حضراتكم شايفين اللقطات قدامكم، وكان معاهم دكتور صفوت حجازي كتر خيره، عمل دور رائع كعادته دائما كما كان في الثورة، وقدر ان هو ينهي الاجراءات بسرعة، وكان واقف مع الناس لغاية ما خرج جثمان وتمت الصلاة عليه وتم تشييعه إلى مثواه الأخير. معنا على التليفون الدكتور صفوت حجازي. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله في شهدنا، وأوصف لي إيه اللي حصل النهاردة في المستشفى دكتور. أستاذ عمرو، يعني اللي حصل النهاردة جزء من الملحمة التي لم تنتهي ولن تنتهي إلا بالاستقرار في مصر. الشهيد محمود خالد كان زي ما حضرتك قلت من ضمن الناس اللي العربية المدرعة اللي احنا لغاية دلوقتي مش عارفين حضرتك قلت ما فيه الكفاية فيها. مات النهاردة الساعة 3:30 الفجر، ولغاية دلوقتي انا مش فاهم احنا ما خرجناهوش من المستشفى من المغسلة الا الساعة 6. غسلناه، بدأنا تغسيله الساعة 5:30. مش عارفين ليه، مش عارفين. أنا نفسي تجيب حد من المسؤولين تسأله ليه. بداية أنا رحت هناك، يعني كنا المفروض نحن هنصلي عليه في عمر مكرم، فروحنا صلينا يعني هنصلي عليه العصر في عمر مكرم. رحنا عمر مكرم صلينا العصر، مفيش جثمان. سألنا، قال والله ده عاوزين يشرحوه. فبسرعة رحنا على المستشفى، أنا رحت على المستشفى لأن لا يمكن أبدا أن هو يتشرح، يعني ده راجل موجود عندهم في المستشفى بقاله من يوم 25 ولا من يوم 28 يناير لغاية كام يوم. هو كان خرج من القصر العيني ورجع تاني مبارح بالليل ومات في المستشفى. وحقيقة رفضنا تشريحه تماما، وتم الاتصال بالأستاذ إيهاب مدحت في مجلس الوزراء، واتصل بالمحامي العام علشان يلغوا عملية التشريح. وفعلا تم اتخاذ قرار بإلغاء التشريح والاكتفاء بالكشف الظاهري. جاء مجموعة من الأطباء كشفوا عليه في المستشفى وإحنا موجودين، وبعد الكشف عليه خرجناه من الثلاجة وغسلناه، وبعد التغسيل خرجنا به. كل دي كانت إجراءات النيابة والمحامي العام وشهادة الدفن وشهادة الوفاة وتصريح الدفن، إجراءات روتينية. أنا مش فاهم ليه، نفسي حد يجاوبني ليه. ده راجل من شهداء هذه الثورة ومن جرح هذه الثورة. صحيح. وأنا بعتبر أن كل مسؤول في مصر إلى هذه اللحظة متهم في هذه الجريمة.
صحيح. اذا ما كانش شارك فيها فهو لغايه ما يجيبوا لنا مين اللي ارتكب هذه الجريمه يا دكتور صفوت. بالظبط. كل مسؤول في الدوله متهم في هذه الجريمه لغايه ما نعرف مين اللي كان راكب هذه السياره. صحيح. السياره دي موتت اكتر من 15 واحد. محمود كان اخر واحد فيهم. احنا ما قدرناش نغسله، انا ما قدرتش اغسله. انا بقالي سنين بغسل ناس كتيره، اول مره اشوف حاله بالشكل ده. محمود ملوش ظهر، جسمه كله متاكل، ووصل الحاله بتاعته ان هو عامل زي الجنين، ما قدرناش نفرد رجليه. شيء لا يصدق ان 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 في حد يترك ويتساب لهذه المرحله. الجريمه الثانيه اللي المفروض كل المسؤولين يتحاسبوا عليها، ازاي واحد زي ده سايبينه 4 شهور؟ ازاي ما يسافرش خارج مصر يتعالج؟ ازاي ما يتعالجش في احسن مستشفيات؟ ازاي يتساب لغايه ما يتيبس ومش عارفين نغسله؟ حاله في منتهى البشاعه، في منتهى القسوه، حاله لا انسانيه بالمره ابدا. وانا بعتبر كل مسؤول في جمهوريه مصر العربيه يحاسب على ان الراجل ده ما تعالجش واتساب لغايه دلوقتي. صلينا عليه في ميدان التحرير ودفناه في مقابر المجاورين، وربنا يتقبله في الصالحين ان شاء الله. بقى لله يا دكتور صفوت، وعزائي ليك ولاسرته والمصر كلها. دمه مش هيروح هدر فعلا زي ما حضرتك قلت، لازم دمهم ما يروحش هدر ابدا. كل مسؤول موجود النهارده في الدوله مسؤول، هو قدامنا متهم لغايه ما يجي لنا خبر اللي قتل محمود وزملائه من الشهداء في ثوره 25 يناير. لازم كل مجرم ياخد نصيبه ومصيره ويلقى مصيره جراء العمل اللي ارتكبه. دم محمود وزملائه مش هروح حضر يا دكتور صفوت. انا بقول لك ومصر كلها النهارده بتشيع محمود، مصر كلها بتنعي محمود، مصر كلها بتعتبر محمود ده ابنها اللي توفى النهارده. وانا بدعوكم كلكم في المنازل دلوقتي، ارجوكم اقل حاجه نقرا الفاتحه لمحمود ترحما عليه كشهيد من شهداء ثوره 25 يناير العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك اياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير ربنا يرحم محمود، وإن شاء الله مثواه الجنة بإذن الله، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، وبإذن الله إن شاء الله نصل إلى القاتل الكاني اللي قتل محمود وقتل زملائه. بعد هذا الخبر خرج عشرات المصابين في وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم في العلاج والتعويض اللي أعلنت عنه الحكومة. يا ترى الحكومة هتتدخل لينقذهم، ولا هنسيبهم برضو عشان يروحوا؟ نفسي أعرف ليه البطء ده كله، ليه الروتين ده كله. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. غدا احتفال نظمته نقابة الصحفيين في اليوم العالمي لضحايا العنف، نظم مصاب الثورة وقفة أمام مجلس الوزراء احتجاجا على تعسف وزارة الصحة في إجراءات إثبات نسبة العجز في التقارير الطبية. أنا طلب مني حضرتك تقرير من المستشفى بالإصابة بتاعتي، فجبت التقرير، تاريخ الدخول وتاريخ الخروج ومدة العلاج اللازم، وقدمته، وبناء عليه قبلوا مني القرار الطبي وقالوا لي اسبوعين وتعال خد الشيك بتاعك. فجيت بعد اسبوعين استلمت الشيك ب 1000 جنيه. بعدها ب 15 يوم نزل قرار برفع قيمه التعويض ل 5000 جنيه. فانا رجعت علشان خاطر اخد باقي مستحقاتي. لقيته حاطط لي شروط ثانيه. نسبه عجز زائد حضرتك ان انا لازم اكون الإصابة بتاعتي من نتائج أحداث ثورة 25 يناير. برضه الناس جايبة التقارير الطبي وجايبة كل حاجة ومستشفى الميداني وخدم النقيب وكل حاجة، برضه عاوز نسبة العجز نسبة العجز من مستشفى عام. وهو قال لك جيب التقرير من عام أو خاص، أنا لما طلعت من الميدان أنا اتعالجت في مستشفى خاص. وجايبة له التقرير، لا مش عاجبه، لازم مستشفى عام ولازم نسبة عجز، إزاي؟ المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد، بل الروتين والبيروقراطية والإجراءات الحكومية كانت عوائق وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي والمالية لصرف مستحقات المصابين.
وزاره الضمان الاجتماعي كان عامله مقرره 5000 جنيه لكل المصابين. لما جينا نقدم التقارير الطبيه للفرع البحث والكوارث في مجمع التحرير قالوا ان لازم نجيب تقرير طبي بنسبه العجز بالمستشفى اللي تعالجنا فيها. رحنا المستشفى رفضت تدينا نسبه العجز. القرار اللي قالوا هات من مستشفى حكومي او خاص او دكتور يكون عالجك وهو اللي شاف الكلام ده. واغلبنا عملوا الكلام ده بعد ما بنقدم الورق ونتعب، وانت عارف الحاجات دي بيوحد بيجيبها ازاي. بعد ما بنقدمها يطلع الموظف المختص اللي قاعد يقول لي لا ده لازم مستشفى حكومي. طب نلف ازاي؟ هل احنا كنا بنصاب كل واحد يفتكر ازاي يروح مستشفى حكومي؟ يعني الدكتور انا اسف في الكلمه اللي يجي معاه الشاش ولا القطن اقول له قبل ما تعالجني هات حضرتك الختمه عشان تختمني الورقه ولا يعالجني؟ طبعا دي عقول لسه عايشه في الماضي. لازم يحس ان في ثوره، احنا دفعنا من دمنا وصاحبي مات قدامي وانا اتصبت وكلنا اتصبنا عشان خاطر الدنيا تتغير. اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي ان مفيش اي حاجه، احنا بنعامل فوق معامله سيئه. فقدت مصر شهيدا جديدا اليوم نتيجه الاهمال والتقصير، فهل تتدخل الحكومة ومعها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ نسمة السعيد، قناة التحرير. الحكومة مستنية النهاردة، أنا عايز أعرف يعني النهاردة مستشفى القصر العيني مليء بالحالات المصابة. أنا شفت شخصيا بنفسي في زيارة للمستشفى شباب زي الفل زي الورد، فقدوا بصرهم، فقدوا ايديهم، فقدوا رجليهم، كل دول كانوا من الثوار في ثورة 25 يناير، مرميين هناك، محدش بيسأل فيهم، محدش بيعبرهم. لما سألت وزير المالية مرة في حوار سابق هتعملوا لهم ايه، ما اقدرش اوعدك بحاجة، ما عنديش فلوس. وبعدين رئيس الوزراء اخيرا كتر خيره بس بعد خراب مالطا راح عامل مشروع، قال لك صندوق عشان خاطر نعالج الناس. طب تعالجوا الناس ازاي ما الناس بتقنها يا دكتور شرف؟ اي الناس واقفه قدام مكتبك بتئن مش عارفين يتعالجوا، واللي عاوز يعالج حد هيقعد يقول له هات لي ورق. يعني يا دكتور حتى يعني اقول ايه، ده العلاج ده لله، الناس دي غلابه وتعبانه. يعني مش كفايه 30 سنه المراره والهم والغم اللي كان الناس عايشه فيه، ده كان يخش المستشفى الحكومي يطلع منه ميتين. دي مستشفيات التامين الصحي دي عايزه تتنسف كمان. حتى مصابين الثوره نعمل فيهم كده، نقول لهم هاتوا ورقه من مستشفى حكومي. حكومي ايه؟ ده البني ادم الانسان العادي لما يلاقي حد مريض قدامه ياخده يعالجه، لا بيساله انت كنت مصاب ازاي ولا مصاب فين ولا هات لي ورقه. الورقه ايه؟ الاصابه في وشه وفي ايديه وفي رجليه، واقول له هات لي ورقه رسميه. ارجو ان السيد رئيس الوزراء يصدر قراراته بانهاء حاله الفوضى والبيروقراطيه اللي موجوده في التعامل مع مصابين الثوره. ارجو ان السيد وزير الصحه يفهم ان مصر فيها ثوره، في ثوره يا سياده الوزير، دي فضيحه اللي بيحصل ده، فضيحه. الأسبوع اللي فات في حلقة الخميس اللي فات من برنامجنا في الميدان كان معانا الأستاذ رامي لكح عضو حزب الوفد السابق ومؤسس حزب مصرنا، في الحلقة شن هجوم كبير على حزب الوفد ورئيسه الدكتور السيد البدوي. تعالوا نفكركم رامي لكح قال إيه. إن فوجئنا بموضوع جورنال الدستور، مش هنخوض فيه يعني لأنه معروفة القصة. وطبعا هذه القصة هزت صورة الوفد جامد في الشارع المصري. بعد كده هو لأنها كان تمن إبراهيم عيسى، كان في اجتماع هيئة عليا في مكتب تنفيذي في الوفد عشان يتخذ قرار هل الوفد يشارك في الانتخابات ولا لا، في المظاهرات بتاعت يوم 25 يناير ولا لا. في الآخر وصلنا الدكتور سيد اتخذ قرار، هو المكتب التنفيذي اللي انا مش عضو فيه الحمد لله، انه كل واحد ينزل على مسؤوليته. يوم 25 بالليل الساعة 10:30 بالليل او 11 الدكتور سيد بلغني انا ومحمد يا ريت بس تعدوا 5 دقايق على السيد وزير الاعلام. احنا كنا في الميدان، ده بيكلمنا في التليفون. رحنا مبنى مسؤوليه ودخلنا قفل علينا الابواب، محدش خارج من الاوضه دي، وكان في مونيتور كده عليه كل صور التحرير. ما اقولكش عملوا فينا ايه، وحاولنا نتصل بالدكتور سيد بدوي قفل الموبايل. ايه تفصل ده بايه؟ افصل بايه؟ انه ايه موبايله مقفول؟ لا، ما الدكتور سيد بدوي كانت تربطه علاقه قويه بالسيد نازف فيه، قويه جدا، ولكن في ضغوط عليه والسيد رئيس جهاز امن الدوله. اللي بيحصل في الوفد النهارده
موضوع غريب جدا اللي بيحصل، تفريغ الوفد من الوفديين. كانت مصر موقف حزب الوفد ايه من الثوره في بدايتها والمظاهرات؟ بس الموقف في الوفد من الثوره، موقفه الشخصي كان ايه دكتور سيد؟ لا طبعا كان ضد الثوره. بعد ما شعبيتي زادت جوه حزب الوفد، فوجئت في يوم قبل انتخابات الهيئه العليا انه فصلنا. راح الف قصه كلها كذب وكلها افتراء. ايه القصه؟ قال لك انا قدمت استقالتي. سيد بدا يحول الوفد الى شركه سيجما. واعمالا بحق الرد، معانا النهارده على التليفون الدكتور ياسر حسان، عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، للرد على رامي لكح، وهو معانا على التليفون دلوقتي. اهلا بيك دكتور ياسر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ احمد. حق الرد مكفول، اتفضل. كان ليك ردود على ما قاله الاستاذ رامي لكح في الحلقه الماضيه، اتفضل. والله انا في وقعه اللي بيسردها الاستاذ رامي لكح، يعني انا كنت شاهد عيان عليها، واحنا في الحزب كنا واخدين قرار بعدم الرد على كل ما يقول الاستاذ رامي لكح، لانه فيه يعني اكاذيب وتجاوزات كثيره، لكن الواقعه دي تحديدا ولانها حصلت في حضوري واماني، فانا لقيت انه من الواجب ان انا لازم ابادر بالاتصال وتوضيح حقيقه الموقف ده. اولا وزير الاعلام لم يتصل بالدكتور سيد البدوي اطلاقا ونهائيا. تلقى الاستاذ رامي لكح مكالمه من وزاره الاعلام وليس وزير الاعلام، من الوزاره اماني، وتحديدا في غرفة الدكتور علي السلمي حوالي الساعة 10 أو 10 ونص. ولقيته قاعد في حيرة ومتردد فسألته، يعني قال لي وزارة الإعلام اتصلت بيا وطلباني أروح لها. قلت له لا طبعا ما تروحش إلا إذا أبلغت الدكتور سيد. دخل له شردي أستاذ محمد شردي، وأكد ده النهارده الأستاذ محمد شردي في بيان صدر ليه، وقال له أنا برضه وزارة الإعلام بتتصل بيا. فأنا سبقتهم لغرفة الدكتور سيد، وهم قعدوا مع بعض تشاوروا لمدة حوالي 3 أو 4 دقايق، ودخلوا الدكتور سيد قدامي وقالوا له إن وزير الإعلام وزارة الإعلام اتصلت بينا وطلبانا المقابلة. وكنا لسه مخلصين مؤتمر. ما بقالناش دقايق أعلن فيه رئيس الوفد سقوط النظام ومطالبته بحكومة وحدة وطنية، وكان حاضر المؤتمر أستاذ محمد شردي، حضر المؤتمر أستاذ رامي لكح وقيادات كتيرة جدا من الوفد. والدكتور سعيد قال لهم مفيش مانع روحوا، وإذا حصل حاجة اتصلوا بيا. ولأنه مش هعمل لكم حاجة، يعني النظام سقط هيعمل إيه يعني وزير الإعلام هي. وفضلنا في الحزب لغاية حوالي الساعة 1:30 بالليل، ثم غادر الدكتور سعيد الحزب ومعظم القيادات، استاذ فؤاد بدراوي، كل قيادات الحزب اللي موجوده، وبات في الحزب يومها مجموعه كبيره من الوفديين القادمين من المحافظات اللي شاركوا يوم 25. ده هو الواقعه الحقيقيه. فالنسج الخيال بتاع الاستاذ رامي لكح ان هناك اتصال من انس الفي وزير الاعلام السابق بي، وان الدكتور سيد هو اللي طلب منهم انهم يروحوا لوزير الاعلام، قصة كلها غير حقيقية تماما ويعني مفتعلة. وهو أستاذ رامي لكح من ساعة ما فصل يعني هو بيحاول ينتج قطط ويحاول يدخل الوفد ورئيس الوفد فيها، يعني بالمخالفة للحقيقة والواقع. طب هو رامي لكح هيعمل كده ليه؟ والله رامي لكح كان له طموحات كبيرة جدا في الحزب، وكان متخيل انه هيدخل الحزب الوفد الطريق مفروش بالورد، فوجد انه غالبيه الوفدين لم يكونوا سعداء بانضمامه للحزب كما هم الان سعداء بفصله من الحزب. يعني يمكن ما تعرفوش انه منذ ان دخل الاستاذ رامي لكح الى ان خرج هو مجرد عضو حادث في الحزب، يعني حتى لم يدخل الجمعيه العموميه، ولم باجماع المكتب التنفيذي بالكامل رفضوا انضمامه الى اي لجنه من لجان الحزب. يعني كان انا بستغرب جدا اللي بيتكلموا عن يوم 25 دول كانهم كانوا موجودين. ما كانش في وفديين خالص موجودين غير الوفديين اللي كانوا في الشارع،
هم الوزير. استاذ ياسر انت سامعني يا استاذ ياسر مظبوط؟ انا سامع اكاذيب عماله بتقالوا سامع يعني ثواني بس اكمل يا استاذ ياسر وبعد كده اعقب زي ما انت. طيب كمل يا رامي كلامك عشان ناخد كلام دكتور ياسر اتفضل. بس فانا يعني انا اللي بحب اوضحه ايه ان انت واخد بالك فعلا انا اتصلت باجماع الاراء من حزب الوفد بس انا اتصلت مش من الوفديين انا اتصلت من مندوب شركه سيجما مدير شركه سيجما في الوفد. انا ما اتصلت انا لو كنت اتصلت من الوفديين ما كانش جالي الحظ الحمد لله دلوقتي ان كل الوفديين متفقين حواليا في الحزب الجديد والحقيقه يعني عاملين فريق جميل جدا. طيب دكتور ياسر حضرتك ثواني ما خلصتش يا استاذ عمرو اتفضل يا رامي اتفضل. وانا انا ما رضيتش انا وانا مش راضي اتكلم عن حاجات كتير جدا انت واخد بالك تخص انا كنت الاستاذ ياسر بيقول ان انا ما كنتش في اي تشكيل لا انا كنت رئيس لجنه الانتخابات من قرار رئيس الحزب وعندي قرار حتى لو هم شالوه شطبوه قطعوا ورقه. لجنه الانتخابات لا مش لجنه دايمه في الحزب وما تتدخلش المهم لا انا مش عايز اتكلم استاذ رامي خليك معايا نسمع تعقيب الدكتور ياسر. الدكتور ياسر دلوقتي الاستاذ رامي نفى ان حضرتك كنت موجود ساعتها بخلاف ان هو نفى دوت. هو كمان عايز عشان ترد لنا برضه على هذه النقاط المره اللي فاتت قال ان كانت هناك علاقه بين الدكتور سيد البدوي ورئيس جهاز مباحث امن الدوله وقال ان الوفد تم تفريغه من داخله وقال ان هو لم يقدم استقالته وان الاستقاله دي كانت غير صحيحه وقال ان الدكتور سيد كان ضد الثوره عشان ترد لنا على كل هذه النقاط في حضور رامي لكح. وخليك معانا يا رامي لو سمحت. اولا استاذ رامي كل ما قاله هو نوع من الاكاذيب حتى المش محبكه في التواريخ. وقعه ذهاب استاذ رامي لكح واستاذ محمد شردي الى وزير الاعلام مع بعض كانت يوم 25 يناير ولم تكن اثناء استلام الدكتور مجدي يعقوب لجائزته. وهذا في بيان طالع من الاستاذ محمد شردي بهذه الواقعه ونص على كل المواقع وانت حضرتك هتستقبله يمكن خلال ال 48 ساعه اللي جايين او الثلاث ايام اللي جايين. وهيحكي الواقع بالتفصيل. يوم 25 يوم 25 انا كنت في الحزب ويمكن الاستاذ رامي لكح بيتكلم من وحي خيال. كنت في الحزب موجود وحضرت المؤتمر وصورنا كلها موجوده ملتفين حوالين الدكتور سيد يوم 25 يناير. فالواقعه حصلت يوم 25 وما حصلتش ايام الرئيس مبارك. فعشان ما نخلطش الاوراق. ثاني حاجة أنا مش مساهم ولست شريكا للدكتور سيد في سيجما. يعني بالأوراق والمستندات وبتاريخ وفي شركة مساهمة منذ أن أنشأت إلى اللحظة اللي أنا بتكلم حضرتك فيها لست شريكا في مصانع الدكتور سيد سيجما إطلاقا. وليس لي فيها أي نصيب. أي مساهمة. علاقة الدكتور سيد بأنس الفي القوية يعني يا أستاذ رامي لما يعني حتى تختلق أكذوبة اختلاقها يعني كل الإعلاميين في مصر وأنا إعلامي وأعمل في مجال الإعلام يعلمون جيدا ان علاقه الدكتور سيد البدوي بانس الفي سيئه جدا جدا ومش محتاجه يعني ان انا اتكلم فيها يعني شواهد ليس فقط بانس الفي بل حتى بمهندس اسامه الشيخ رئيس اتحاد التلفزيون السابق. فمحاوله ربط الامور وادخالها في بعضها يعني بطريقه اما بقى انه الوفد لم يشارك والوفد لم ياتي يعني يكن له دور في الانتخاب في الثوره والكلام ده كله موت بصوت وصوره من يوم 25 الى تنحي الرئيس مبارك وما بعد ذلك. فطبعا كل الكلام من الاستاذ رامي لكح هو موضوع من الهرطقات اللي ملهاش يعني اي سند ولا دليل يعني. وانا اعتقد انه بيان النهارده الاستاذ محمد شردي اللي هو استشهد بيه هو نفسه كذبه. بيان الاستاذ محمد شردي النهارده كذبه ونشر كل المواقع وسينشر غدا في الجرائد اليوميه. طيب رامي لك تعقيب. معلش تعقيب سريع كده اهو. اتفضل. انا طبعا بلتمس العذر لمحمد اخويا ومتفاهم بس التاريخ هيوري حاجات كتير حتى لو يعني محمد ده يعني راجل كان بس كان ليا الشرف ان انا اكون جنبه يوم 25 يناير. يوم 25 يناير الاستاذ بيقول لك ان احنا كنا بناكل مؤتمر صحفي احنا كنا في مكتب وزير الاعلام وده اللي اكده محمد شردي وانت عارف القصه يعني مش عايزين نخوض فيها. فيعني انا يعني مش عايزين يعني انا بشكرك والجمهور هو بقى اللي بيحكم والتاريخ هيحكم. شكرا يا استاذ عمرو. شكرا يا استاذ رامي. دكتور ياسر اظن حضرتك يعني لك اي تعقيب اخر؟ طبعا انا تعقيبي طبعا واضح ان هو حتى في كلامه الاخير لما قفل مع حضرتك قال انه 25 يناير سيشهد التاريخ اني كنت انا ومصطفى شردي في مكتب وزير الاعلام. سجل هذه الملاحظه. لانه هذا ما ذكره الاستاذ محمد شردي انه فعلا من 25 كان في مكتب وزير الاعلام وان الواقعه اللي حكاها
استاذ رامي لكح حصلت من 25 يناير بحضوري وبحضور كثير من الوفديين، وراح للوزاره يوم 25 يناير ليس يوم تكريم الدكتور مجدي يعقوب. كلام واضح تماما دكتور ياسر، واظن احنا كده يعني اخذت حق الرد تماما، واظن ايه الحكم للناس كما قلتم انتم الاثنين مظبوط. شكرا جزيلا. السيد عمرو موسى قام في الاسكندريه باول جوله انتخابيه بصفته مرشحا للرئاسه، واثناء زيارته لكنيسه القديسين ادلى لبرنامج في الميدان بتصريح خاص حول حملتنا للقضاء على العشوائيات، وايضا رد على الاتهامات التي اشارت لتورطه في قضيه بيع الغاز لاسرائيل. كما تعلموا صحيفه اليوم السابع وموقع اليوم السابع كان قد نشر انفراد بالمستندات تورط السيد عمرو موسى في صفقه بيع الغاز لاسرائيل، ونشروا موضوع صحفي متكامل، واشاروا الى انهم حصلوا على هذه المعلومات من مصادرها الموثقه والاوراق الاصليه بتاعتها. السيد عمرو موسى رد، نشوف التقرير قال ايه. يبدو أن السيد عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة قرر المبادرة بالتواجد بين الناس عملا بالمبدأ القائل أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. ففي الأسكندرية تجول الأمين العام السابق للجامعة العربية بين المناطق العشوائية والمقاهي، كما قام بزيارة لكنيسة القديسين وتحدث لقناة التحرير مدافعا عن الفقراء وأيضا عن الاتهامات التي وجهت له في قضية الغاز. في حضرتك في حملة المليار جنيه التي تبناها الإعلامي الأستاذ عمرو الليثي للقضاء على العشوائيات في مصر، وأين هي من برنامجك الانتخابي؟ القضاء على العشوائيات، العشوائية هي إيه؟ العشوائية نتاج للفقر، ولن يقضى على العشوائيات إلا مع القضاء على الفقر ورفع مستوى المواطن والتعامل مع العشوائية كتجمع بشري يحتاج إلى خدمات ويحتاج إلى عناية خاصة. ده اللي ممكن نعمله، هذه العناية الخاصة، الجزء ده من التعامل مع العشوائيات هو اللي قد يحتاج إلى المليار جنيه، إنما المسألة أساسا القضاء على الفقر. رأي حضرتك فيما جاء اليوم باليوم السابع ونشر وثيقة تورط حضرتك في تصدير الغاز لإسرائيل؟ هذا كلام الحقيقة غاية في تقول إيه التأليف والفبركة والبناء على انصاف او ارباع الحقائق. الخطاب اللي نشروه امبارح بيقول ايه؟ بيقول انه وزاره الخارجيه او وزير الخارجيه وافق على بدء دراسه اوليه لموضوع تصدير الغاز الى المناطق اللي فيها غزه واسرائيل. اثنين، ده كلام سنه 93، ما كانش فيه بيع غاز ولا غيره، كنا بنتكلم في اطار ايه؟ المفاوضات الثنائية الجارية التي كانت جارية وقتها بين سوريا وإسرائيل مباشرة، بين الأردن وإسرائيل مباشرة، بين فلسطين وإسرائيل مباشرة، ولبنان وإسرائيل مباشرة. وكانت الفكرة إن احنا ندعم المسارات الثنائية بمسار اسمه متعدد الأطراف، نرفع فيه جزر، نقول الجزرة دي احنا شوف لو نجحت المفاوضات الثنائية دي مع سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، شوفوا هيكون في ايه، هيكون في تصدير كذا، وهنفتح الباب لكذا وكذا. ودي كانت اسمها اجراءات بناء الثقه سنه 93 لما اوقفنا التعاون الاقتصادي، واوقفه ايضا وزير الخارجيه، خدي بالك اوقفناه ليه؟ لان المماطله بدات تظهر، وانه الجزره ما كانتش نافعه، فقلنا ولا الجزره بقى ولا مفاوضات. فاللي كتب ده كلام خارج سياق الزمن والتاريخي، وتركيب وتأليف وتزوير وإهانة للوزير، وهو الحقيقة بقى كله في موضوع تشويه موقف عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية. أنا مش عارف موضوع الجزرة والعصا، يعني أنا الحقيقة برضو مع احترامي للسيد عمرو موسى، لكن هذا الكلام برضو إذا كان هو فعلا ضالع في هذا الموضوع في تعاملاتنا مع إسرائيل، يعني عايزين بقى حد النهاردة يفتح الملفات بجد، يعني احنا النهاردة أن الأوان، طالما النهاردة في قضية محال فيها المهندس سامح فهمي وزير البترول لمحكمة الجنايات أو بيحقق معاه قدام النيابة بتهمة بيع الغاز لإسرائيل، والنهاردة بنسمع أن وزير خارجيتنا السابق عمرو موسى كان ضالع في موضوع
تصدير الغاز لاسرائيل. والنهارده المصري اليوم نشره وثائق بتقول ان اللواء عمر سليمان ايضا كان متورط في هذا الموضوع، رئيس المخابرات العامه السابق، وايضا بيتكلموا على فكره ان خطابات متبادله بين رئيس المخابرات وبين وزير البترول وبين بعض الجهات الاخرى. عايزين نفهم ايه موضوع تصدير الغاز لاسرائيل، ما حدش فينا فاهمه لغايه النهارده. يعني حتى هذه اللحظه نفسي حد كده يقول لنا هل الموضوع ده ليه بعد امن قومي، ولا الموضوع ده كان موضوع بيزنس عشان خاطر حسين سالم يستفيد؟ اشرحوا لنا الموضوع ايه. لكن الموضوع كده ضبابي مش مفهوم، يعني كل يوم وثائق عماله تطلع بتؤكد ان مصر كلها كحكومه وكرئيس دوله وكرئيس مخابرات كلهم ضالعين في عمليه تصدير الغاز لاسرائيل. والورقه اللي طلعت النهارده في مصر اليوم بتتكلم على ان اللواء عمر سليمان عمل الموضوع ده في مقابل الكهرباء. ايه علاقه الكهرباء اللي بناخدها ولا اللي بنديها بموضوع الغاز؟ في طلاسم في الموضوع. وهل النهارده وزير البترول بس هو اللي مسؤول عن عمليه الغاز، ولا شايفين النهارده في اطراف اخرى بتتدخل في الموضوع؟ والسؤال الاهم، هو احنا بطلنا نصدر الغاز لاسرائيل؟ الاجابه لا. الغاز المصري ما زال يتدفق لاسرائيل. الله، طب ما تفهمونا بقى، قولوا لنا بقى بالمفتشر كده بوضوح كده، يطلع مسؤول محترم في الدوله ويقف قدام التلفزيون ويقول لنا يا جماعه احنا بنصدر الغاز لاسرائيل بعلمنا بموافقتنا عشان كذا وكذا وكذا، او الموضوع ده عباره عن قضيه فساد استفاد منها سين وصاد وعين وغين. لكن بالضبابيه دي، والسيد عمرو موسى يقول لك الجزره والعصا ويقول لك اصل هناك مصالح، وبعدين يطلع راي يقول لك ايه اصل اتفاقيه كام ديفيد بتنص صراحه على ان مصر تدي اسرائيل غاز. وانا هقول لكم، انا راجل بدعي ان انا شويه دارس تاريخ، وانا اطلعت على كام ديفيد واطلعت على معاهده سلام بكل الوثائق بتاعتها، لا يوجد اي بند في كام ديفيد بينص على ان مصر تدي اسرائيل غاز. هذا الكلام على مسؤوليتي. لو في حد عنده معلومات غير كده من المسؤولين ارجوكم يطلع ويكذبني، يقول لي انت يا عمرو كذاب، لا احنا الاتفاقيه بتقول كذا. وفي نفس الوقت اذا مش موجود في الاتفاقيه طب بتصدر له غاز ليه؟ في ايه مش مفهوم؟ ما تفهمونا ايه علاقتنا باسرائيل؟ ايه خد وهات؟ ايه اللي فيها؟ وايه اللي معانا؟ وصناع القرار في مصر لازم يكشفوا لنا الحقائق، دي بقى الشفافيه بعد الثوره. الشعب من حقه ان يعرف كل حاجه. معانا على التليفون الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا وسهلا. اظنك سمعت السيد عمرو موسى في رده على صحيفه اليوم السابع، وانه هو يعني بيشكك في، بيقول ان هذه المعلومات ليست دقيقه وانها محاوله تلبيس معلومات قديمه في معلومات جديده بشكل ما، واختيال سياسي لمرشح لرئاسه الجمهوريه. ما هو تعقيبك؟ والله يا استاذ عمرو انا حزين ان يكون ده رد عمرو موسى، لان انا يعني بشوف انه بيبدا حملته الانتخابيه للاسف بمزيد من التلون السياسي وبمزيد من المناورات الدبلوماسيه غير المبرره. الشعب الان في وجهه نظري محتاج منه كلمه حقيقيه، ان عمرو موسى بيتلون وبيصف اليوم السابع بما ليس فيها، رغم انه اعترف في البيان الذي اصدره تعقيبا على الوثيقه، لان الوثيقه صحيحه بالكامل، لكنه قال ان هذه الوثيقه وهذا الخطاب صدر منه في اطار اعطاء مزايا لاسرائيل في مفاوضات السلام. انا بسال سؤال، وهل كانت هذه المزايا الا الثمن البخس الذي باعوا به الغاز المصري في سوق النخاسه؟ اذا كان عمرو موسى هو الذي وضع استراتيجيات الغاز، لماذا لا يخرج على الناس ويعتذر؟ لان هذه الاستراتيجيات وضعت في عهده، وهذا ما يقوله هو بنفسه في الخطاب، ثم يقوله هو في نفسه بنفسه في الرد على الخطاب في حملة غسيل السمعة اللي هو عملها في الجرايد، قعد وزع البيان بتاعه في كل مكان في الجرايد، اعترف فيه بأن هذا الجواب صحيح ولم يستطع أن يشكك فيه، بل على العكس قال إذا كانت الدولة بتكشف بقى الجوابات خلينا نكشف كل الورق. أنا بسأل ما هو الورق اللي عايز يكشفه عمرو موسى؟ أنا اللي بطالب إن عمرو موسى يطلع يعتذر للشعب المصري، أو يقول ما الذي فعله بالظبط في ملف الغاز. هو كان مسؤول وهو وجه في موضوع الغاز، وهو اعترف بانه كان بيدي مزايا لاسرائيل. احنا النهارده عايزين نكشف الحقيقه بالكامل عشان نخش في انتخابات الرئاسه الجديده بصفحه بيضاء سياسيه ونفهم فيها الحقائق بالظبط، مش ان في ناس تدفع الثمن وناس ما تدفعش الثمن، وناس تركب الثوره
على اعتبار انها كانوا من صناع هذه الثوره، في حين انهم كانوا جزء من الاستراتيجيات التي يحاسب عليها اناس اليوم. عيب بجد انه الامين العام السابق للجامعه العربيه ووزير خارجيه مصر ومرشح مصر للرئاسه ان يبدا حملته في كل هذا التلوين للحقيقه. يا اخي قول لي انت كتبت الورقه ولا لا؟ الورقه دي كذب ولا حقيقه؟ هو طلع قال ان الورقه دي حقيقيه لكنه وضع من اليوم السابع في اطار حمله لتشويه السياسي. يا استاذ عمرو وانت متابع لليوم السابع، وانا برجوك اضرب اسم عمرو موسى على موقع اليوم السابع النهارده وشوف احنا مغطيين حملاته الانتخابيه قد ايه لحظه بلحظه. هو بنفسه كان بيتصل بيا يشكرني، لكن هو كلمني بعد ما نشرنا الورقه وقال يعني يا استاذ خالد ما كنتش قادر تكلمني تقول لي عشان اشرح لك الورقه دي. قلت له يا معالي الامين انت بتتكلم في مفجرات ثوره يناير، صفقة الغازي من مفجرات ثورة يناير، لما حضرتك تبقى انت اللي وجهت بالدراسات واتفقت مع حمدي البنبي على ان انتوا تعملوا دراسات واتفقتوا على انكم تمنحوا الغاز كمزايا لاسرائيل بعد مؤتمر مدريد، لا ده كلام محتاج محاسبة سياسية، احنا مش هندخل على كذب تاني، يعني كفاية بس يا استاذ عمرو. بشكرك جدا استاذ خالد صلاح، وانا ارجو ان السيد عمرو موسى يعني مرة لازم يجي لنا ويرد على كل هذه الانتقادات الموجهة ليه في موضوع الغاز وغيره. طول الوقت وزير الزراعة الحالي الدكتور أيمن فريد أبو حديد بينفي سفره لإسرائيل، وكل ما الصحافة تجيب سيرة سفره يكذب الاتهام، وآخرهم كان طالع لسه في الأهرام والخبر معايا من بوابة الأهرام وبيقول أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لم يسبق له السفر إلى إسرائيل على الإطلاق، وأنه كباحث في المقام الأول وكأستاذ بمركز البحوث الزراعية ثم يعين رئيسا قبل أن يكون وزيرا كان يرفض التطبيع أو التواصل مع الكيان الصهيوني بأي سبيل من السبل. ده الكلام اللي قاله الوزير المحترم الدكتور أيمن أبو حديد. لكن إحنا للأسف معانا ما يثبت سفر الوزير أيمن أبو حديد سنة 1996 لإسرائيل، وكان بصحبة المتهم الأول في قضية المبيدات المسرطنة يوسف عبد الرحمن. المستند دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة بيؤكد سفر الدكتور أيمن أبو حديد لإسرائيل في مهمة لتجربة زراعة طماطم في مصر كي 111 نوع على أن تتحمل إسرائيل نفقات الإقامة خلال الرحلة ومدتها 5 أيام، وتتحمل وزارة الزراعة نفقة السفر وبدل السفر. يا ترى كان بدل السفر كام شكل؟ والطماطم يا ترى كانت مسرطنة ولا لا؟ معانا على التليفون الأستاذ سيد الطوخي نائب رئيس تحرير جريدة الكرامة اللي فجر الموضوع. استاذ سيد مساء الخير. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو. ايه حكايه المستند ده؟ والله يا استاذ عمرو انت عارف ان احنا كنا قبل الثوره او في فترات طويله جدا كنا متبنيين قضيه التطبيع مع الكيان الصهيوني. وطول عمر خط الكرامه وخطنا بشكل عام ضد التطبيع بكل اشكال. انا شخصيا سجنت اكتر من مره بسبب مقاومه التطبيع. المفارقة العجيبة انه الوزارة الحالية اللي هي وزارة ما بعد الثورة أيوة. وزارة الثورة نلاقي فيها نماذج بسبب اسرائيل، ونلاقي فيها نفس النماذج ونفس الاليات بتتم كأننا ما عملناش ثورة، ما كأن ما فيش شهداء ولا كأنه شيء لم يحدث. اللي الوثيقة عندنا ضمن ملفات فساد كتيرة جدا تمت في زراعة مصر لهدم زراعة مصر طوال السنوات الثلاثين سنة اللي فاتت. واكيد حضرتك فتحت ملفات كتير وكتير من الجرائد فتحت ملفات كتير ان احنا زراعة مصر انهارت بسبب التطبيع الزراعي مع كيان الصهيوني. صحيح. بدءا بقى من المبيدات المسرطنة بالبذور بوظة الاراضي، يعني كان في خطة محكمة لتدمير الزراعة المصرية وتدمير مستقبلها، وحصل تدمير لحاجات كتير كنا نتميز فيها اصبحنا رقمية فيها. السؤال هنا ان المستند بقى حكايته ايه؟ المستند ده جانا من احد المصادر داخل وزارة الزراعة. المستند واضح جدا كان في عهد الوزير السابق يوسف والي، اللي كان طبعا لو نسى الوزير الحالي ابو حديد انه سافر، انه احنا عارفين الوزير لما بيطلع قرار وزاري ما
السفر كذا كذا، اكيد كانت الترتيبات كلها منتهيه وبسيطه جدا ان احنا نرجع لملفات. طب خليك استاذ سيد، هو معانا على التليفون دلوقتي الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعه. سياده الوزير مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بيك. دلوقتي ردك ايه على هذه الوثيقه سياده الوزير؟ انت سيادتك نفيت قبل كده في العديد من الصحف والمواقع الالكترونيه ان حضرتك سافرت لاسرائيل. انا قدامي دلوقتي جواب قرار وزاري رقم 1473 لسنه 96 صادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعه واستصلاح الاراضي بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 460 بقواعد السفر للخارج والقرارات المعدله له على القرار الجمهوري وعلى قرار رئيس الوزراء وعلى مذكره السيد المهندس المشرف على برنامج الغذاء العالمي، قرر الترخيص بسفر السادة الموضح أسماءهم بعد إلى إسرائيل لمدة 3 أيام بخلاف يومي السفر والعودة، وهم الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد مدير مشروع الزراعات، الدكتور يوسف عبد الرحمن حسني رئيس مجلس إدارة وحدة الخدمات البستانية، الدكتور نبيل توفيق حبشي رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وذلك لتجربة زراعة الطماطم K111 في مصر، وسيتحمل الجانب الإسرائيلي بنفقات الإقامة. مادة 2 تتحمل وزارة الزراعة نفقات السفر وبدل السفر المقرر عن أن يقدموا تقريرا عن مهمتهم خلال 15 يوم من تاريخ العودة. مادة 3 على الجهات المختصة تنفيذ القرار. دكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة، ما تعقيب الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة على هذه الوثيقة؟ أولا أشكرك على إتاحة الفرصة لتوضيح هذا الأمر يا أستاذ عمرو. اتفضل. زي ما قلت في أول مرة، أنا لم أسافر إلى إسرائيل، لم تخطو قدمي على أرض فلسطين المحتلة بالمرة ولا مرة. اللي حصل إن في هذه الأثناء اللي هي سنة 1996 طلع القرار الوزاري اللي حضرتك بتشير إليه على أساس إن يبقى في تجربة لزراعة صنف من الطماطم في مصر، واختلفت اختلاف كبير في هذا الموضوع مع النظام اللي في الوزارة في هذا الوقت واللي كان بيمثله يوسف عبد الرحمن، وقلت له ان احنا مش في حاجة اطلاقا لان احنا نعمل تجارب على الطماطم في اسرائيل. احنا عندنا في معهد الفساتين وفي المعمل المركزي للمناخ المنشأ في وحدة لتربية الطماطم موجودة، وبالتالي رفضت السفر وتقدمت إلى الدكتور يوسف والي وكان وزير الزراعة طبعا في وقتها بإني بعتذر عن السفر لعدم جدوى هذا الموضوع ولعدم موافقتي على إن احنا نجرب هذه الأصناف في مصر وإن احنا يجب إن احنا نعتمد على ذلك، وقبل إن أنا ما سافرش وفعلا لم أسافر. اللي أنا عايز أقوله إن مصر لديها من العلماء العديد من المتخصصين في برامج التربية. عندنا برنامج متميز جدا لتربية الطماطم والقرعيات ومن ناحية الخضار، أنا مش هتكلم في موضوعات أخرى. وكنت أتمنى يا أستاذ عمرو أنك تدي فرصة لواحد من المسؤولين عن هذا البرنامج يشرح لك التاريخ بتاع هذا الموضوع من أصله. طبعا سيادة الوزير أهلا وسهلا بيكم، بس احنا دلوقتي في موضوع الوثيقة، اسمح لي أخذ تعقيب من أستاذ سيد الطوخي. أنا لم أسافر، لم أنفذ القرار يا أستاذ عمرو. نعم، لم أنفذ القرار. طيب أستاذ سيد لك تعقيب؟ أنا ليا تعقيب طبعا. وطبعا سيادة الوزير قال أنه لم يسافر لعدم جدوى التجربه في اسرائيل، لكن حتى ما نفاش بمنطق انه رفض السفر لعدم او لاقتناعه بعدم التطبيع مع الكنيسة. انا قلت ان انا كنت غير متفق يا استاذ سيد، قلت ان انا غير متفق على هذا الاسلوب، وبالتالي مش موافق على ان انا سافر في هذا الاطار ورفضت السفر على هذا الاساس. هو يا سيادة الوزير، بس هو اللي الواحد عايز يوضحه انه في عهد الوزير السابق يوسف والي اللي كانت بعثات الزراعه رايحه جايه على اسرائيل، هل كان يملك اي موظف في الوزاره انه يرفض قرار وزاري صدر فعلا؟ يعني القرارات الوزاريه دايما تصدر. ما هو استاذ سيد هو رفض، يعني الوزير رفض فعلا. انا رفضت. نعم. يا استاذ سيد وما سافرتش. انا رفضت وما سافرتش يا استاذ سيد، وغيري رفض وما سافرش.
لكن غيرك في كتير قوي بعهد يوسف وري رفضوا السفر للصعيد وتم محاربتهم في وزارة الزراعة وخرجوا منها بطريقة قاطعة وحصلت قضايا اشكال كتير. لكن احنا لم نسمع في هذا التاريخ. وانا في 96 بالمناسبة في 96 او في 95 بالتحديد ونهاية 96 كانت اسرائيل بتحاول تشترك للمرة الثانية في المعرض الصناعي وتعرض فيها منتجاتها وتظاهرنا ايامها وحبسنا وسجننا. وكان اي حد من وزارة الزراعة بيمد اي حد بمستندات خاصة بالسفر او برفض السفر لاسرائيل كان بيفصل بين عمله وكان بيخرج بالوزارة بشكل قاطع. لكن هو طبعا الحقيقة استاذ سيد يعني يمكن سيادة الوزير معانا هو الفيصل يمكن الوثائق والفيصل في الاول وفي الاخر المعلومة ونفي الوزير اعتقد كده فيما يخص الوثيقة تم استجلاء الحقيقة ولا يا استاذ سيد؟ انا مع نفي الوزير يا استاذ عمرو كويس انه ينفي يعني طبعا انا كنت اتمنى ان الموقف ده يكون قبل الثوره ويكون في نفي لكن استاذ سيد يعني يمكن يعني انا بشكرك لكن سياده الوزير انا عايز اسالك سؤال تاني يعني يعني وانا بشوف القرار دوت السؤال هنا هل كان يوسف والي له هوى اسرائيلي؟ يعني انا شايف ان العلاقات المصريه الاسرائيليه في مجال الزراعه كانت على قدم وساق وطماطم وانت تعلم كم المرضى المصابين في مصر بالفشل الكبدي وبالفشل الكلوي نتيجه وجود المبيضات المسرطنه وغيره وعندنا قضيه يوسف عبد الرحمن. يعني انت شايف ده ازاي النهارده وايه اللي هتعمله عشان خاطر تمنع هذه المبيضات المسرطنه؟ لان احنا من ساعه قضيه يوسف عبد الرحمن واحالته للمحاكمه وجا وزير ومشي وزير وجا اخر ونسمع يقول لك القضاء على المبيدات بعد الوزير احمد الليسي ثم الوزير اباظه ثم سيادتك يقولوا قد منعوا المبيدات ونفاجئ بعد مثلا الوزير اباظه ما مشي ان المبيدات المسرطنه ما زالت تستخدم والنهارده الضحيه هو المواطن المصري بسيط. اذا سمحت لي اتفضل. موضوع المبيدات موضوع في غايه الحساسيه لان اذا كان في الماضي حصل خطا من شخص او من مجموعه اشخاص فقد قامت الدوله بمحاكمتهم والحكم عليهم. اما حاليا وخليني اتكلم حاليا مش النهارده بس لا حاليا من ايام وزاره امين بيه اباظه ان لجنه المبيدات يراسها استاذ فاضل وعالم جليل هو مصطفى طلبه لا يمكن لاحد ان يزايد على وطنيته واخلاصه وفهمه وايضا يساعده العديد من الخبراء اللي كلهم علم وثقه في موضوع المبيدات. انا باكد لك ان لجنه المبيدات هي حارس امين على صحه المصريين لا تسمح بدخول مبيدات ضاره الى مصر وايضا بتساعد على تعليم المزارع ازاي يقدر يستخدم المبيدات بدون ما يضر نفسه. ده من ناحيه المبيدات. من الناحيه الثانيه معلش اسمح لي ارجع تاني للموضوع اللي اخونا العزيز الاستاذ سيد الطوخي وانا عارف يعني السبب اللي خلاه يفتح هذا الموضوع هو حرصه وغيرته على الوطن. لما يكون في انا كنت متاكد وانا بعتذر عن هذا القرار ان ممكن انضر ولكن نظرا لان كان لي دور كبير كاستاذ في جامعه عين شمس ومؤسس لمعمل المناخ في مركز البحوث الزراعيه ده اللي شفع لي ان انا افضل قاعد اشتغل ولكن خرجت في انشطه كثيره. المهم في الموضوع اللي عايز اقوله ان الانسان لما يكون له رؤيه معينه ويلتزم بيها اعتقد انها بتوضح نفسها. القرار ده لما طلع انا رفضته وكان ممكن جدا ان يحصل ضرر ليا ولكن ما يهمش الضرر. هو المهم يا دكتور ايمن الحقيقه فكره ان احنا بنستورد طماطم يعني خلاص احنا وصل بينا الحال نستورد طماطم. اسمح لي احنا ومن اسرائيل استنى يا باشا احنا ما بنستوردش طماطم احنا بنستورد كميه قليله جدا من الطماطم وبتهرب كميات قليله من الطماطم. احنا بننتج طماطم كميتها تعادل احسب 400 الف فدان في 15 طن من الفدان يعني احنا بنتكلم على 7.5 مليون طن طماطم موجودين في مصر على مدار العام. لما واحد يجي يقول ان احنا بنستورد موز شيكيتا ولا طماطم من اصناف معينه دي بتوفي احتياجات لطبقات معينه بصوره معينه وصفقات تجاريه معينه لا علم لنا بها وما تهمناش.
احنا 100% مكتفيين ذاتيا في الخضروات، 130% مكتفيين في الفاكهه. احنا مصدرين السنه دي 1,000,000 طن موالح، ومصدرين 456 طن بطاطس، اعلى رقم تصدير في الفاكهه والخضروات هذا العام ببركه الثوره اللي حصلت. طيب سياده الوزير، انا معايا على التليفون الدكتور نبيل توفيق حبشي اللي هو موجود مع سيادتك ثالث اسم في القرار. دكتور نبيل مساء الخير. مساء الخير يا فندم. لك تعقيب يا فندم؟ لا، هو القرار طلع صحيح لكن اللي سافر يوسف عبد الرحمن بس، ما حدش سافر تاني. اللي هو في السجن دلوقتي افندم؟ اللي هو في السجن دلوقتي؟ اعتقد كده. اعتقد كده، ما حدش سافر. انا راجل بتاع اقتصاد زراعي، وبعدين الدكتور ايمن شرح وجهه نظره تماما، فاللي دي كانت ماموريه فنيه ماليش فيها، فانا ما اعتذرت عنها كمان. يعني سيادتك اعتذرت عنها والدكتور ايمن اعتذر عنها، واللي سافر بس الدكتور يوسف عبد الرحمن. الدكتور يوسف اللي في السجن دلوقتي. اعتقد كده. انا بشكرك جدا وبشكر سياده الوزير الدكتور ايمن فريد ابو حديد، واحنا كده يعني وضحنا الوثيقه ووضحنا الحقيقه، وبشكر الاستاذ سيد الطوخي نائب رئيس تحرير جريده الكرامه مفجر او من قام بنشر هذه الوثيقه. لاول مره كاميرا في الميدان دخلت قريه زاويه سلطان البحريه لمحافظه المياه، وهي قريه في مرمى النيران. ايوه، في مرمى رصاص تدريب وزاره الداخليه. الحكايه باختصار ان القريه دي على بعد 300 متر من تبه تدريب الرمايه التابعه لوزاره الداخليه في محافظه المنيا. الاهالي بيقولوا ان الرصاص بتاع التدريب بيتجاوز نطاق التبه وبيدخل البيوت. وفعلا الرصاص ترك اثار في البيوت وفي اجسام سكان القريه، لدرجه انه قتل شاب برصاصه استقرت في دماغه. الغريب في الموضوع ان وزارة الداخلية نفت تجاوز الرصاص لنطاق التدريب، ودخلت برضو كاميرا في الميدان لاول مرة تبة، وشفنا الستاير والاجراءات اللي اخدتها الوزارة لمنع تجاوز الرصاص للقرية. تعالوا نشوف التقرير ده ونعمل تعليق عليه بعد التقرير. زاوية سلطان بمحافظة المنيا تعيش في مرمى النيران، ولكنها نيران صديقة. قصة قرية تقع على بعد 300 متر من تبة للتدريب تابعة لوزارة الداخلية، جعلتها عرضة للطلقات الطائشة. تبة ضرب النار دي في منطقة عالية، والبلد اللي هي القرية زاوية سلطان في منطقة واطية، فطبعا الطلقات بتيجي من المنطقة العالية للمنطقة الواطية طبعا بسهولة. وبعدين الطبيعة اللي الناس دي بتتدرب بتبقى لسه قديلها شهر او اتنين تلاتة موجودة في وزارة الداخلية، ان كان صف اول غفير او رقيب او زي ما تكون رتبته، فلسه بيجي بتدرب طبيعي ما يبقى في بدايته، فطبيعي لا اما بيهتز لا اما بيضرب فوق او تحت. الطلقات دي بتنزل علينا على طول زي الرز، كل يوم التاني طلقات خربت البيبان، منعتنا نخش ولادنا تيجي في الشقه هنا فوق، يعني متأجرين الشقه دي بالمحل، منعنا ولادنا تيجي هنا عشان الطلقات دي. اللي حصل انا كنت جاي من بره ولقيت الولد منصاب بالطلقه الرصاص دي، احنا رفعنا له القميص فلقينا الطلقه جايه في الفالنه جوه الفالنه، شدينا الفالنه بالطلقه راح طلع الطلقه مع الفالنه. لقيت فرحه بنتي بيقولوا رجلها وجعاها وهي ما كانتش بتحمل عليها نهائي. فاخدناها ورحنا المستشفى قالوا عمل لها اشعة. عملنا لها اشعة قالوا ده في رصاصة في رجليها. ومعايا التقارير ومعايا الاشعة ومعايا الرصاصة ومعايا كل حاجة محتفظ بيها. أبو مكلوم وأم ثكلى فقد ابنهما برصاصة عشوائية حولت حياة الأسرة إلى جحيم. Thank you.
على دراعك والدم نزل يخرج من راسه. كنت عايزه اسكيهم بدمك عشان ما ينزلش من راسه. كنت عايزه اموت روحه وانا بس ما قدرتش. قلت كنت انا اروح اضربه مش اشوفك من جد. انا كنت جوا ما اعرفش حاجه. قاعدة جوا وما تعمر ندمت عليا. وقلت لي ام كريم قلت لها ايوه قلت اشوف كريم ماله. ترى احتاج لقيت ابوه ماسكه على دراعك والدم نازل يخرج من راسه. بقيت ازعل جريت بهدوم مقدمه في المستشفى. كنت تعال صوره وانا في المستشفى بحالته. كنت تعال اشوفه كرم وانا في المستشفى بحالته. كنت تعال اشوفه كرم وهو مش حاطط منطق في المستشفى. كنت نفسه من عيني اغلى حاجه راحت مني. عمره كله عمره كله اقول ايه اقول ايه اقول حسبي الله ونعم الوكيل. ادي اللي اقدر اقول وادي اللي اقدر احكم بيه. اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مواطنون يستغيثون والداخلية تتبرأ والقضية لا تزال ضد مجهول. بدعو سعادتك لان سعادتك تتفضلي معنا بكره ان شاء الله وتروحوا تشوفوا ميدان الرمايه. لو كان هناك معقوليه من ان تخرج طلقات النار من ميدان الرمايه الى المواطنين الى المكان اللي هم بيدعوه يبقى يعني نحن مخطئين اولا واخيرا لعده اسباب. اولا الميدان طوله 100 متر في 5 سواتر حديديه. السواتر الحديديه دي بتحول تماما من في طلقه ممكن تطلع بره. ميدان ضرب النار بريء براءة الذئب من دب ابن يعقوب بالنسبة لأي إصابة تحدث أو أي إطلاق عيار نارية يكون ممكن يصل إلى القرية. وهذا مؤكد فنيا وعلميا وعلى مر التاريخ. ثانيا الطلقة اللي قدموها لا يمكن وأن تكون دي طالعة من ضرب النار. ثالثا إن لا يمكن إن هي يعني تخلو الأماكن كلها ويقولوا دي جاية من تب من 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 مناسبات أفراح والمناسبات السارة والمشاجرات واللي كذا واللي كذا من أهل البلد أو البلاد المجاورة ويدعوا إنها إيه جاية من تب ضرب النار. ورغم هذا نحن حريصين على مشاعر المواطن ولذلك حنغير إن شاء الله اتجاه ضرب النار من ناحية تب ضرب النار إلى ناحية القرية زاوية السلطان وحنخليها إلى ناحية الشرق اللي هي ناحية سفح الجبل. الميدان آمن تماما من ناحية المواصفات الفنية. حوائط صد الجانبية الستائر 5 ستائر قفل علوية حائط صد رئيسي بارتفاع 12 متر مزود بالرمال النقية وقدام حائط صد رمال كثيفة وعالية ورا حائط صد الرئيسي رمال. الميدان 9 حارات للرمي بنلتزم بخط الرمي أثناء الضرب. دماء تسيل وبيوت يخترقها الرصاص ومسؤولون ينفون علاقتهم بالأمر فمن يطلق الرصاص على أهالي زاوية سلطان. لو الناس بتتصاب والداخلية ما ضربتش أمال الرصاص ده جه منين؟ ولو الرصاص من التبة تبقى مشكلة ولو مش من التبة تبقى المشكلة أكبر. في جميع الأحوال القضية عند الداخلية. من يطلق الرصاص على زاوية سلطان؟ استمرار لأزمة إشهار إسلام فتاتي المنيا القصر كريستينا ونانسي التقى أمس فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بوفد كنسي يضم القمص فلوباتير جميل والقس أغابيوس سعد الكاهن المنتدى من المنيا. أثناء اللقاء أكد دكتور الطيب أنه لا يجوز إشهار إسلام للقاصرات إلا بعد سن 18 سنة. بعض الصحف ربطت الأمر بعدم الاعتراف بإسلام فتاتي المنيا. مشيخة الأزهر ردت النهاردة في بيان صحفي وأكدت أن لقاء الطيب مع الوفد الكنسي تطرق لأصول وقواعد إشهار إسلام المصريين. عموما معنا على التليفون الدكتور محمود عزب مع
مستشار شيخ الازهر علشان نعرف منه تفاصيل اكتر. دكتور محمود مساء الخير. مساء الخير سيدي، اهلا وسهلا. تفاصيل خبر ايه واسبابه ايه واسباب هذا القرار او هذه الفتوى من الدكتور احمد الطيب؟ الحقيقه شكرا لك، انا مزعج في الحقيقه من الصحف وبعض وسائل الاعلام اللي بتنشر اخبار على علتها من غير التثبت حتى مع عدم استخدام المفردات الصحيحه. اولا ان يقال وفد كان سيده غير صحيح، اللي اتى هو اسيس من قادم من المنيا ولجأ لأسيس صاحبه من الجيزة يعرف القاهرة ويرافقه إلى مشيخة الأزهر بشكل فردي تماما. وفد كنسي حاجة كبيرة، معناها أن هم اتفقوا في الكاتدرائية وشكلوا، لا ده غير وارد. ثانيا الأسيس اللي جاي من المنيا جاي يستغيث بالأزهر لمحاولة حل المشكلة وإعادة البنتين إلى ذويهما، يعني إلى أهلهما، بشكل أن هم قاصرات. وثالثا ان الشيخ الازهر لم يفتي ولم يبدي حكما شرعيا باسم الازهر في صحه عدم صحه اسلام الفتاتين. ده اشياء يعني حقيقيه، وارجو ان تاخذ الفرصه في هذه الفتره الحرجه من تاريخ الامه المصريه واثناء الثوره انه تحري الحقائق واستخدام الالفاظ اللائقه الدقيقه مهم جدا. الاعلام المصري المفروض يلتزم والصحافه تلتزم وتنحاز للوطن في اشياء حرجه ودقيقه حتى لا تبث الاشاعات والمعلومات الخاطئه. رابعا الكل اللي الامام قالوا ان في قواعد لانتشار الاسلام موجوده في الازهر، والفتاتين دول لم تاتي الى الازهر، فما احناش عارفين عن حقيقه ما تم حاجات عشان يفتي فيها، ده مش فتوى ولا حكم شرعي. وان كان نصح بانه فعلا في قواعد للإسلام يجب أن تتبع، ونمرة اثنين الإشهار غير صحة الإسلام، لم يفتي في صحة عدم صحة الإسلام، ونصح أنه هو الجهات اللي بتعرف وجود الفتاتين تتبع السبل الصحيحة لإعادتهم إلى ذويهم مداموا يعني صغيرتين أو قاصرتين حتى يعني يتم الوئام الاجتماعي وتكون الأسرة لها شأن برضو والحياة الاجتماعية لها احترام أو تقاليد تساعد على لم الشمل الاسر المصريه. دكتور محمود شكرا جزيلا لهذا الايضاح، شكرا. النهارده سمعنا كلام عن ان مجلس اداره هيئه قناه السويس قرر وضع خطه تامينيه لمبنى ارشاد هيئه قناه السويس والمجرى الملاحي بالتنسيق مع الشرطه والجيش لتامين الحركه في القناه في حال تصاعد العاملين بالشركه السبع للاضراب او الى الاعتصام اللي هم عاملينه. وفعلا العمال قرروا تصعيد احتجاجاتهم بكرة وقالوا ان هم هيطالبوا بحقوقهم حتى الموت، وسموها ثلاثاء الغضب. يا ترى ايه اللي بيحصل بكرة؟ معانا على التليفون الاستاذ محي الزيني رئيس نقابة عمال ترسانة السويس البحرية. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل يا فندم. ايه اللي بيحصل بالظبط يا فندم؟ والله النهارده كان في اجتماع مع الاستاذ اسماعيل فهمي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، سبع شركات اقوله. الوزير قال لهم برضه تشريع اللي انا عرفته من الاستاذ علي شعراوي عشان انا ما كنتش موجود معاهم. فكان الست الاستاذ اسماعيل فهمي اتصل باين بالست المشير، فخلال 48 ساعه قالوا هيتم الحاجات دي اللي هي كان قرر فيها السيد الفريق والسيد الوزير بتاريخ 19/4 لما قال تقرر منح العاملين 40% من الاساسي والوجبة 4/2، وقال من 7-15% علاوة. ده في مبنى الإرشاد في إسماعيلية بتاريخ 19/4 بتاريخ 19/4 في حضور رئيس النقابة العامة، مساعد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، مستشارين الهيئة، سبع رؤساء شركات الهيئة، سبع شركات بتاعتنا التمساح والمواني والسبعة يعني بحضرهم كلهم. وتقرر واحنا كل الانتظار ده من 19/4 المطالب دي، لما سالنا في الفريق والوزير المطالب دي سقفها امتى؟ قالوا لنا اول 6. احنا من اول 6 قبضنا المرتب اهو وما فيش حاجه جات لنا لغايه دلوقتي، واحنا مستمرين في الاعتصام بتاعنا لغايه دلوقتي. طيب خليك معانا، احنا معانا استاذ علي شعراوي عضو مجلس اداره ترسانه السويس البحريه. تمام يا باشا. مش معانا لسه؟ طيب يعني انا لا انا عايز اعرفه دلوقتي، هل هذا القرار اللي هيتاخد من العاملين بالهيئه ممكن يؤثر على حركه الملاحه في قناه السويس؟ معايا حضرتك؟
اتفضل يا بيه. هل هذا القرار ممكن يؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس؟ احنا بنطالب حقوقنا، احنا مش طالبين اكتر من قرارات صدرت، قرارات تقرر بتاريخ 19/4. انا ما اقدرش اقول لك ياثر على القناه ما ياثرش على القناه. لا انا عايز اعرف بس نقطه واحده بعد اذنك، التصعيد حدود التصعيد الى اي مدى؟ احنا ده اللي انا عايز اعرفه. السبع شركات التصعيد بالسبع شركات، التصعيد بالسبع شركات الى اي مدى تقرر. الى اي مدى يعني ممكن بكره نسمع ان مثلا الحركة الملاحه في قناه السويس توقفت نتيجه اضراب العاملين؟ لا يا بيه، لا 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 الكلام ده بعيد. لا يا بعيد، لا 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 الكلام ده بعيد خالص. احنا بنطالب بقرارات، ملناش مطالب تاني، قرارات وصدرت تقرر على لسان السيد الفريق والسيد الوزير بتاريخ 19/4. المطالب دي ناخد سقفها في شهر 6. كل المطالب اللي طلب 40% وال 4 جنيه وال 7 و15% العلاوه ده كله. طيب خليك معانا استاذ علي شعراوي، برضو معانا عضو مجلس اداره ترسانة السويس البحريه. استاذ علي مساء الخير. مساء الخير يا فندم. هتعملوا ايه بكره؟ هو ان شاء الله باذن الله احنا النهارده قعدنا قعده مطوله، يعني قعدنا مع سياده الوزير كان من الساعه 11 للساعه 12 الظهر، وافادنا ان هو في خلال اللي هو تم بالنسبه للاتفاقيه الجماعيه اللي تمت في هيئه قناه السويس يوم 19/4/2011 ما فيش فايده الا الاتفاقات الجماعيه. لو ما كانش في اتفاقات جماعيه هتخشوا وهتستنوا التشريع الجديد من خلال مجلس الشعب القادم. دي الكلام ده احنا ما اتفقناش عليه، اتفقنا على اساس اتفاقيه جماعيه تنص على الاتي: 40% على الاساسي خصما من المتغير، 4 جنيه ل 4 جنيه وجبه للعاملين، 7% علاوه دوريه تبدا من 1/6/2011 مع تشكيل لجنه. التشكيل اللجنه دي تدرس الهيكل المالي والاداري والفني لتحقيق الشركات الارباح، وساعتها تم فض الاعتصام اللي كان من يوم 3 لغايه يوم 18، بمجرد ان احنا اتفقنا قلنا خلاص هنفك الاعتصام، وقلنا اليوم اللي راح مننا ب10، وقد كان احنا خلصنا من هنا وبدانا الشغل. نزل العامل بياكل الشغل في خلال الفتره من 3/4 الى تاريخ من 19/4 الى الان قبل الاعتصام اللي هو بدا يوم 14/4، اللي تم اختار رئيس الهيئه قناه السويس والجهات المعنيه بان لو ما نفذتوش الطلبات من يوم 8/6 هنبدا الاعتصام يوم 14. يعني رئيس الهيئه وكل اعضاء الهيئه والمعنيين بالامر كلهم عرفوا وراح لهم الاتصالات ده من خلال اتصلنا بعثنا الاتصال المباشر بالسيد رئيس مجلس الوزراء بنفس المضمون. عموما احنا النهارده الحقيقه استاذ علي واستاذ محي احنا النهارده بنضم اصواتنا ليكو، يعني اذا كان للعمال حقوق واذا كان هناك اتفاق تم مع العمال ومع نقابه العمال في هيئه قناه السويس وان في التزام، الجديه هنا تقتدي من الحكومه ومن اللواء احمد فاضل رئيس هيئه قناه السويس الالتزام بجميع الوعود التي قطعت لصالح العمال. احنا معاكم في هذا الموضوع، احنا حاولنا نكلم اللواء احمد فاضل لكن ما ردش علينا، لكن احنا معاكم بنضم صوتنا ليكم في سبيل ان كل عامل في هيئه قناه السويس لازم ياخد حقه ثالث ومثالث عشان يشعر فعلا ان في ثوره حصلت في البلد وانه بياخد حقه اللي هو نتيجه عمله العظيم اللي بيعمله في هيئه عظيمه زي هيئه قناه السويس. بشكركم جدا جدا. الحقيقه احنا متعودين في كل حلقه ان احنا بنقدم بعض الوظائف، معانا النهارده 28 وظيفه هنعرض الاسماء كمان شويه ان شاء الله، مقدمه من مجموعه شركات السلاب وشركات اخرى، وان شاء الله باذن الله كل واحد يرى اسمه موجود ان شاء الله باذن الله في شركات هتتصل بيهم وفي شركات هم المفروض يتصلوا بيهم، وهم اذا حبوا يستفسروا بيتصلوا برقم تليفون 0100317. ممكن تبعتوا لنا طلبات التوظيف على عنوان القناه اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه او تكلمونا على أرقامنا. كمان عندي نداء للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بيسألوا عن مصيرهم، مش معقول يستمر مسلسل إهدار تعيينهم في درجات ووظائف إدارية. وعندنا كمان نداء آخر
لوزير التعليم العالي برضه، واستغاثة للسماح بتحويل الطلاب المنتسبين للجامعات الحكومية اللي استنفذوا مرات الرسوب بالتحويل إلى كليات أخرى تقبل انتسابهم. وصلت النهاردة استغاثة أيضا، بس هي استغاثة إنسانية لأم بنتها أصيبت بسرطان في الجلد ومهددة ببتر الساق وتحتاج لعلاج عاجل في فرنسا وتكلفته 32,000 يورو. يا ريت نقدر نساعد الحالة، ودي شابة واحنا في أيام مفترجة، ربنا إن شاء الله يكرمنا كلنا وكلنا نقدر نساهم ونعالج هذه المريضة. أنا هعرض لكم الحالة، وأنا واثق أن أصحاب القلوب الرحيمة لن يتأخروا أبدا، إن هم بإذن الله إن شاء الله يقدروا إن هم يعالجوها إن شاء الله. والتالي بعد هذه الفقرة إن شاء الله معنا أستاذنا وأستاذي المفكر الكبير الذي أعتبره من عقول مصر وعقول الأمة العربية والإسلامية، أستاذنا فهمي هويدي، بعد الفاصل القادم إن شاء الله، فانتظرونا. اسمي شروق ناصر حسين، انا عملت 8 عمليات. اولا انا كانت عندي حسنة في رجلي، هي ابتدت الاول اتعورت ورحت عملت عملية فيها وشلتها وحللناها، قالوا ان هو مش كانسر ولا حاجة، ان هو ورم حميدي. وبعد كده هو اكتشفنا ان هي بتطلع تاني وبتطلع بالضعف. رحت معهد ناصر عملت فيه 8 عمليات، كل عملية اكتشفت ان هو كانسر جلدي من النوع النشط بنسبة 90%. الدكتور قال نشيل الغدد اللي هي في اخر الرجل، شلت الغدد كلها بتاعت رجلي، وبرضو ما فيش نتيجة لقينا بيطلع اكتر. الدكتور قال طب نحقن بي سي جي، ابتدوا يدوها علاج كيماوي، حقن كيماوية ابتدى ينشط هذا المرض أكثر، وهذه الحقن تسببت لها في ثقب في الرئة بتاعتها، مما أصابها بشيء من الضرر. لولا أن احنا عالجناها من على نفقتنا الخاصة من هذا المرض كانت أصيبت بمرض السل والعياذ بالله. بعد كده راح الدكتور كتب جواب أن أنا محتاجة، أن ما فيش علاج خالص غير في فرنسا في باريس. العلاج دوت هيتكلف 31,100 يورو. قلت له يا دكتور طب مش فيه جواب ولا حاجة أو توصية أو تقرير عشان نقدر بيه نروح للمجلس الطبي؟ قال لي ده التقرير مكتوب عند الإداريين بقاله أكتر من شهر ونص وإحنا لا نعرف شيئا عن هذا الموضوع. نزلت تحت أنا وأبوها راجل مسكين على قد حاله، قعدت أقلب وأعمل وأروح وأجي ونطلع ونزل لجاية ما جابونا الجواب اللي هو مكتوب. خدنا هذا الجواب ورحنا للكومسيون الطبي العام بوزارة الزراعة، فأقروا ان يصرفنا 12,000 يورو. طب احنا هنجيب منين؟ ده احنا لا حول لنا ولا قوه. فانا بناشد الاخوه المسلمين والاخوه المسيحيين، وبناشد السيد المشير محمد حسين طنطاوي، لان انا كنت من رجاله وقضيت في القوات المسلحه. اكثر من 39 سنه، مش معقول اتسوب بنتي. حرام تخلي بنتي زي دي تفقد رجليها وتفقد شبابها. نفسي اخف وربنا يقف جنبي يكون معايا بس.